السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كما كتشوفوا حنايا الاستاذ ديال الصيد الخصاص، اذا كان ممكن الاسم الكريم والصفه. الاستاذ كمال زريوح، مهندس سيق، استاذ ديال الصيد الخصاص فرع وجده. كما كتشوفوا حاليا حنايا كنتواجدوا امام مقر النيران هذا اليوم. المعركة تقريبا بدات يوم الثلاثاء، وراها معركة فقط إنذارية، معركة إنذارية لإيصال الرأي العام أو تبليغ الرأي العام بالملف المطلبي ديالنا، ألا هو ملف تسوية الوضعية القانونية والمالية. كتذكير فقط بأن السيدة الصيد الخاصة فرع وجدة جلهم كيشتغلوا في أسلاك التعليم العمومي، في الثانوي بالأخص، في الثانوي، وكاين مواد مختلفة، وخصوصا في هذا الخصص المهول اللي كتعني به وزارة الوفاء. وحاليا في جل المؤسسات التعليميه بالمملكه هناك خصص مهول، ولاحظنا بلي ان جل الاساتذه راكموا تجربه ميدانيه مهمه حاليا وكذلك في السنوات الماضيه، وفائده به كنتفاجئوا بلي ان السيد النائب يقول مرارا وتكرارا في حوارات ولقاءات مستمره معه على ان الاستمراريه ما كايناش باي منطلق وباي معنى. كيفاش الاستمراريه؟ فائده به كاين سؤال كبير، فين غادي تمشي هذه الاستمراريه وفين غادي تمشي هذه التجربه اللي راكموها الاساتذه لمده عامين؟ فاذا بها كنا حنايا كنطالبوا بتسوية الوضعيه في اخر المطاف، كنتفاجئوا بلي ان الاستمراريه ما كايناش، وكنشوفوا حاليا بان غليان داخل القسم، التلاميذ حاليا كيشوفوا بلي الحصص ما كيقراوهاش، السيده مازال ما تحضرش بالمؤسسات، والتصريحات نتاع المسؤول السيد النائب يقول بلي ان لا وجود للخصاص في هذا الساعه. اذا تناقض كبير، الاستاذ كيزكي في خارج في الشارع والتلميذ كيزكي في القسم، اذا هناك تناقض كبير بين التلميذ والاستاذ، والسبب ديالو هو سوء التسيير اللي حاليا كتنهجوا هاد الوزاره وكذلك المسؤولين معنا في النيابه. اذا المطلب عندنا في الملف ديالنا مطلبين اساسيين، المطلب الاول هو التسويه القانونيه والاداريه، والملف الثاني هو نناشد السيد نائب بصرف المستحقات في اقرب الاجل، لان الاساتذه تقريبا ما توصلوش المستحقات ديالهم خلال الموسم الفارط، وكنعرفوا بلي ان الوضعيه اللي كيعيشوها اساتذه الخصاص وضعيه مزريه جدا، ما كتستجبش مع ادنى شروط مدونه الشغل اللي كتنص عليها. فاذا به نحن نقول مجددا وتكرارا نريد التسويه القانونيه والاداريه لملف المطلبي، ونقول كذلك باننا سوف نكون في الشارع صباح مساء حتى تكون استجابه لمطلبنا، وحتى يكون لقاء جاد مع السيد النائب في اقرب اللحظات، لان الاساتذه بصريح العباره ملوا وقنطوا بهذه السياسه اللامسؤوله اللي كيمارسها السيد الوفاء وكذلك المسؤولين معنا هناك بفرع وجده. اذا الاحتجاجات ستطول، فاذا به سوف لن نيأس ولن نخضع لهذه الاراء التي مرارا وتكرارا يستعملها معنا السيد النائب. في حاله اذا السيد النائب بدل معكم تشيحل شنو غادي نديروا؟ في حاله ما اذا السيد النائب ما استجبش للمطلب ديالنا، فسوف نقول له غادي تحمل المسؤوليه التامه في اي قرار غادي تاخذه، لان حاليا المكتب السيد الصيد الخاص فرع وجده نهجين واحد السياسه على انها غتكون سياسه طويله المدى، لانه عندنا معارك نضاليه انذاريه، فقط هناك معارك انذاريه سوف تليها ايضا معارك لم تكن في العثمان، ونحمل المسؤوليه التامه للسيد النائب في حتى يتدخل في اقرب الاجال ويصوغ لنا حلا توافقيا. واقول كذلك لانه سوف تكون معارك جهويه انذاريه كذلك ابتداء من الاسابيع القليله المقبله. اذا شكرا، تبارك الله عليكم، ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق في المسيره ديالكم. شكرا جزيلا.